بالعلم بل بالأدب تنال أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 25 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذبح قبل الحلق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء ابن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، جزاكم الله خيرا، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب صحابي رضي الله عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قال: قلت نعم. قال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. قال: ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. طيب، يقول الشارح هنا: قوله باب الذبح قبل الحلق، أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح. يعني هو الباب إيه؟ باب الذبح قبل الحلق، معناه أن هذا هو الترتيب يعني الصحيح والمفضل، أن الذبح يكون قبل الحلق. في تعرفون الأعمال التي تؤدى في اليوم العاشر، وهو يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد أو يوم النحر، فهذا هو يوم الحج الأكبر لكثرة ما فيه من الإيه؟ من أعمال الحج. فالأعمال في هذا اليوم يعني بعد ما بيكون يعني صلى فجر هذا اليوم، بيكون صلى في مزدلفة، يكون بائتا في مزدلفة ويصلي فجر هذا اليوم في مزدلفة، وبعدين يتوجه إلى منى. لما بيذهب إلى منى، فأول عمل يعمله اللي هو إيه؟ رمي جمرة العقبة
بسبع حصيات، ثم الذبح، ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة. فهذه يعني خمسة أعمال تؤدى في هذا اليوم. عندنا منها ثلاثة يعني تؤدى في منى، اللي هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، وبعدين يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى. فالترتيب المفضل يعني كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن الذبح يكون قبل الحلق. فهنا في الحديث يعني فيه السؤال، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، فهنا واضح في السؤال أنه يعني ارتكب مخالفة فيسأل عنه، أن هذا يعني هو الإمام البخاري استدل هنا بإيه، بكون النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن حلق قبل أن يذبح، على أن هذا يخالف الترتيب الصحيح. لو كان هذا يعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل، يعني هو معناه أنه فعل على خلاف الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهو ذبح قبل أن يحلق، لكن الرجل خالف الترتيب، حلق ثم ذبح، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا حرج. وفي الحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. لو تلاحظون لو نرجع للحديث مرة ثانية، يعني هنا أشياء سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظون كلها مخالفة للترتيب يعني المفضل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد حلق قبل أن يذبح، مع أن الذبح المفروض يعني أو يعني المستحب والمفضل أنه يكون قبل الحلق. والثاني قال زرت قبل أن أرميه، زرت يعني زرت مكة، طفت طواف الزيارة، يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الزيارة، والذي يقال له طواف الإفاضة أو طواف الحج أو الركن. فقال زرت قبل أن أرميه، مع أن الترتيب المفضل أنه يرمي أولا وبعدين يذبح وبعدين يحلق وبعدين يزور مكة ويطوف، لكن هذا يعني زار مكة وطاف قبل أن يرمي، قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، برضو الترتيب كان الذبح قبل الحلق، هو عكس، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، أيضا هذا خلاف الترتيب، الترتيب كان الرمي قبل الذبح، قال لا حرج. وفي بعض الأحاديث يعني ليس هنا يعني في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل سعيت قبل أن أطوف، حتى واحد سعى قبل أن يطوف، لكن يعني هناك خلاف في تصحيحه وتضعيفه، بناء عليه اختلفوا في صحة السعي قبل الطواف يعني، لكن في بعض الأحاديث أنه سعى قبل أن يطوف، قال افعل ولا حرج. وهنا قال يأتينا بعدها قال رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، هذا أخذ به الحنابلة في جواز الرمي مساء، يعني أن رمي يعني رمي يوم عشرة هو يبدأ وقته من منتصف الليلة التي قبله، اللي هي ليلة يعني ليلة اليوم العاشر، يعني فيبدأ من منتصف الليل، يعني إذا رجع من مزدلفة مسموح بالرجوع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فإذا رجع من مزدلفة بعد منتصف الليل فله أن يرمي، ويظل الرمي مسموحا به إلى فجر اليوم الحادي عشر، يعني فيصبح يعني مدة الرمي يعني 24 ساعة زائد نصف الليلة اللي قبلها، يعني قد تصل إلى حوالي 30 ساعة أو قريبا من يعني من بعد ما ينصرف من مزدلفة في نصف الليل لغاية فجر اليوم الحادي عشر. وإن كان الجمهور يقولون ينتهي وقت الرمي بغروب شمس، يعني رمي اليوم العاشر ينتهي بغروب شمس اليوم العاشر، لكن عند الحنابلة أنه ممتد يعني إلى فجر الحادي عشر. وبعدين كذلك رمي اليوم
الحادي عشر، فيبدأ من ظهر الحادي عشر إلى فجر الثاني عشر، إلى فجر الثاني عشر. ثم رمي اليوم الثالث عشر، هذا يكون من الزوال إلى الغروب. اليوم الثالث عشر من الزوال إلى الغروب. الثاني عشر من الزوال إلى فجر الثالث عشر، وبعد الثالث عشر من زواله إلى الغروب، يعني هذا آخر يوم. طيب، يقول: باب الذبح قبل الحلق. أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. السائل لما سأل قال حلقت قبل أن أذبح، معناه أن هذا إيه؟ خالف الترتيب، فلهذا جاء يسأل. وقد أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طرق، ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس، وتكلم بقى عن إيه أسانيد الطرق، لأن حديث ابن عباس أورده إيه من طرق عديدة. نعم، فممكن ذكر هنا إيه اختلاف الطرق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلى أن قال بعد ذلك: وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال القائل أراه هو البخاري، فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها، ولفظه جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت ولم أنحر، قال لا حرج فانحر. قال حلقت ولم أنحر، قال لا حرج فانحر. يعني هنا إيه حلق قبل أن ينحر، فخالف الترتيب، يعني قال لا حرج لكن إيه انحر الآن بعد أن حلقت، لا حرج. وجاءه آخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي، قال فرمي ولا حرج. قال وزعم خلف أن البخاري قال فيه حدثنا عفان، لأن هنا النسخة التي معنا فيها إيه وقال عفان، بس قال يعني روي أن البخاري قال حدثنا عفان، يعني هل هو معلق أو متصل إلى آخره. ثم قال يعني كما اختلف فيه، يعني هنا السبب إيراد الكثير من الطرق أن الحديث فيه اختلاف من جهة إيه، اختلف على ابن خسيم هل شيخه عطاء أو سعيد بن جبير، كما اختلف على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر. يعني تلاحظون الروايات عن ابن خسيم، بعضهم قالوا عن ابن خسيم عن عطاء عن ابن عباس، وبعضها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبعدين الروايات اللي هي عن عطاء بعضها فيه عن عطاء عن ابن عباس، وبعضها فيه عن عطاء عن جابر. فالذي يتبين من صحيح البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء، وأن الذي يخالف ذلك شاذ. تعرفون الشاذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فالرواة هنا كلهم رجال البخاري يعني ثقات، بس إيه اختلفوا، يعني ناس يقول عن خسيم عن عطاء وناس يقول عن سعيد بن جبير، فهو رجح البخاري الروايات اللي فيها عن عطاء أرجح، يعني لمزيد الضبط وكثرة العدد. وبعدين الروايات اللي عن عطاء بعضها عن عطاء عن ابن عباس وبعضها عن جابر، هو رجح أنه عن ابن عباس، وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف. قال وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة، أنه ليس يعني ليس فقط يعني رجل واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما تعدد السائلون، لأنه نعم فتعدد السائلون وكل منهم سأل عن شيء. يعني هذا قال رواية عفان، ممكن نرجع لها اللي هي إيه. نعم،
هو هنا يعني أوردها معلقة يعني مختصرة، لكن كما ذكر الشارح يعني رواية عفان فيها ما يفيد أنه أكثر من رجل، رجل سأل عن هذا ورجل سأل عن هذا ورجل سأل. ثم قال: وقال حماد يعني ابن سلمة إلى آخره. قال هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي، وعبد الأعلى، عبد الأعلى قال هو ابن عبد الأعلى، وخالد هو الحذاء إلى آخر كلامه. قال وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء، فإن فيه إشعارا بأن الأصل في الرمي أن يكون نهارا، وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد 4 أبواب. الجمهور يقولون لا رمي في المساء، يعني إذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي. قال وأما، لكن الحديث معنا فيه رميت بعدما أمسيت، هو طبعا الجمهور كما سيأتي النقاش يعني من تفسير بعدما أمسيت يعني ليس بالضرورة أن يفهم كما فهمه من فهمه من الحنابلة أنه بعد الغروب، لأن كلمة أمساء يمكن أن تكون بعد العصر مثلا، يعني النصف الأخير من النهار يكون مساء حتى ولو قبل الغروب يعني. فالجمهور فهموه هكذا يعني أنه رميت بعدما أمسيت، قالوا المقصود يعني أنه رمى في آخر النهار وليس المقصود أمسى، أنه بعد الغروب يعني. قال أما حديث أبي موسى رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عليه في باب التمتع والقران، ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي. يعني شو صح الله استنباط الإمام البخاري من هذا الحديث أن الذبح قبل الحلق، أنه الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فقال معناه أنه لم يحلق حتى بلغ الهدي محله، يعني حتى ذبح الهدي، فمعناه أن الذبح قبل الحلق. قوله ففلت أي تتبعت القمل منه من الرأس، يعني هو هنا في الحديث يعني نرجع مرة أخرى لحديث أبي موسى، هو لم يشرحه هنا اعتمادا على أنه سبق شرحه من قبل. فالحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، والبطحاء يعني موضع في مكة، فقال أحججت؟ قال قلت نعم. كان أبو موسى رضي الله عنه كان قادما من اليمن وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحججت يعني أحرمت بالحج؟ قال نعم. قال بما أهللت؟ قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني هل أهللت مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ قال قلت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحج متمتعا، ومر بنا يعني جواب هذا الإشكال كيف هو قال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحج متمتعا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني على الراجح أنه كان قارنا. فحد في يذكر جواب هذا الإشكال؟ أحسنت، لأنه لم يسق معه الهدي، وهو إهلال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يسق أنه لو لم يكن معه هدي لحج متمتعا. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهو يعني لما قال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام فهو النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه لم يكن معه هدي لحج متمتعا، لما كان معه هدي حج قارنا. فلهذا أمر أبا موسى أن يحج متمتعا، لأن هذا هو الذي كان سيهل به النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن معه هدي، وهو الذي أمر به أصحابه الذين ليس معهم هدي. ومر بنا من قبل أن عليا رضي الله عنه نفس الشيء أيضا، كان قادما من اليمن وقال أهللت كإهلال النبي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم،
فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قارنا، لأنه كان معه هدي أحضره معه من اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي وحج قارنا لأنه معه هدي، فأمر عليا أن يحج قارنا. نعم شاء الله. أيوة قال له وقال آه. أحسنت يعني. أيوة قال أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال أحسنت، لأنه إيه. ثم قال له انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، أمره أن يذهب فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس وهم قرابته، لأنه أبو موسى رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، فأتى امرأة من نساء بني قيس يعني من محارمه، يعني مقصود امرأة من محارمه من نساء بني قيس وهم إيه؟ أسرة أبي موسى رضي الله عنه، فأتى امرأة من محارمه فقال ففلت رأسي، وشرحنا يعني معنى فلت رأسي. قال ثم أهللت بالحج، ثم أهللت بالحج، يعني إذن إيه أدى العمرة وتحلل منها، ثم بعد ذلك إيه أحرم بالحج من مكة. قال فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فكان أبو موسى يفتي الناس بأنه من لم يكن معه هدي أن يحج متمتعا، لأنه هكذا يعني أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج متمتعا، وكان يفتي الناس بذلك حتى خلافة عمر رضي الله عنه. قال فذكرته له، فذكر ذلك لعمر، لأن عمر نهى الناس عن التمتع، وورد أنه حتى كان يضرب من حج متمتعا وينهى الناس عن ذلك وزجرهم، ومنع عمر رضي الله عنه حج التمتع. قال متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة النساء ومتعة الحج، نكاح المتعة وحج التمتع. فأبو موسى ذكر لعمر قال له أنا حججت متمتعا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمرني أن أحج متمتعا. فقال عمر رضي الله عنه قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام. فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فالله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وفهم عمر رضي الله عنه لإتمام الحج والعمرة أنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وإلا يعني كان إيه لم يكن يعني تم، أنه يعني لابد الحج إيه يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة وألا يتحلل، فهذا تفسيره للإتمام. لكن هو طبعا يعني التفسير الذي عند الجمهور أنه لا يقطع إيه حجه، يعني لا يقطع حجه قبل تمامه، وأن كونه يتحلل من العمرة ويبقى في مكة ثم يحرم بالحج من مكة ليس هذا يعني إبطالا لعمله ولا قطعا له. فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. وعندكم وإن ولا وأن؟ وإن يعني النسخة نسخة وإن هي يعني أصح. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه الذي فعله أنه بقي على إحرامه إلى أن رمى الجمرة ونحر هديه ثم تحلل، فقال يعني نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نتحلل حتى بعد إلى أن يبلغ الهدي محله. لكن طبعا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أكبر المخالفين لعمر رضي الله عنه، كان يأمر الناس بالتمتع، وكان الناس يقولون له، قال أبو بكر وقال عمر أن أبو بكر رضي عنه حج مفردا وكان يحب الحج مفردا، وعمر رضي عنه كان يحج مفردا وينهى عن التمتع. فكان ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر كل من لم يكن معه هدي أن يتمتع. وطبعا الجواب ان عمر رضي الله عنه كان حاضرا وراى النبي عليه الصلاه والسلام امر الناس بالتمتع، فكيف هو ينهى عن ذلك؟ هم قالوا التوجيه يعني ان عمر رضي الله عنه فهم انها خاصه،
للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعني كانوا يرون حرمة التمتع في الجاهلية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن، وكانوا يرونه من أفجر الفجور ومن أكبر المنكر وكذا إلى آخره، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أن يتمتعوا في هذا العام خاصة، يعني حتى يبطل هذا الاعتقاد الجاهلي أو كذا. فكان هذا رأي عمر رضي الله عنه، أنه كان أمرا خاصا بالصحابة رضي الله عنهم في ذلك العام، ولكن الحكم العام يعني هو عدم التمتع، هكذا كان يرى رضي الله عنه. طيب، الباب الذي بعده أيضا يعني بالمناسبة، فإنه في كتاب الله تعالى، يعني في كتاب الله تعالى التمتع مذكور في كتاب الله تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن أيضا الذين يمنعون التمتع يفسرون التمتع هنا بمعنى القران، أنه تمتع بمعنى جمع بين الحج والعمرة في سفرة، فهذا معنى التمتع، مش معناه أنه يتحلل من العمرة أو كذا تفسيرهم له، يعني أنه من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أخذ بالرخصة وجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فإنه يعني عليه هدي، اللي هو من حج قارنا يعني. فيفسرون التمتع في الآية بأنه بمعنى القران، هكذا تفسيرهم. طيب، الباب الذي بعده، قال: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. وتلبيد الرأس يعني باستعمال شيء يكون يعني لاصقا يلصق بعض الشعر في بعضه، كانوا يستعملون بعض المواد يعني فيها يعني تمسك الشعر فيلتصق بعضه ببعض، مثل الشحن. نعم، مثل الشحن أو التراب. لا لا لا، هو شيء يعني مواد نظيفة يعني كانت تستعمل في نوع من التراب نظيف يعني ناس يستعملونها تلبيد يسمونه يمسك الشعر يعني. نعم، نمط الأفريقي. نعم، سبحان الله. وفي شحم يعني وفي أنواع من الشحوم وأنواع من كذا. نعم، كما تفضل. فهو يعني مواد يعني تجعل الشعر يلتصق بعضه ببعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج لبد رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن فرغ من نسكه حلق شعره عليه الصلاة والسلام. فقال: باب من لبد رأسه عند الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يعني كان شعره عليه الصلاة والسلام كان يطيله حتى يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام، وكان يفرقه من يافوخه إلى ما بين عينيه، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق الشعر من اليافوخ اللي هو منتصف إلى ما بين العينين، ويجعله فرقتين يعني عن اليمين وعن الشمال، وكان يطيل شعره حتى يضرب منكبيه، ثم يأخذ منه إلى الأذنين. إذا ضرب المنكبين يقال له اللمة، ثم يعني يقصه حتى يصل إلى يعني شحمة الأذنين، هذا يقال له الوفرة. فإذا طال يعني إلى المنكبين يأخذه إلى أن يصير وفرة، ثم يتركه يطول إلى المنكبين ثم يأخذه حتى يكون وفرة. فكان دائما شعر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الوفرة واللمة أو اللمة، فكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. فلما حج عليه الصلاة والسلام لبد رأسه عند الإحرام وحلق. فقال: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، يعني بعد التحلل من الإحرام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.
حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يكن معه هدي أن يتحلل من العمرة. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال قوله باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق أي بعد ذلك عند الإحلال. قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا. يعني الأصل أن هناك رخصة في الحلق والتقصير، يمكن للحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر، لكن من الفقهاء من قال من لبد رأسه وجب عليه الحلق ليس مخيرا في التقصير. فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر، انتهى كلامه. فابن بطال قال ذهب الجمهور إلى أن من لبد رأسه تعين عليه الحلق، قال حتى أنه نقل هذا عن الشافعي أنه من ضمن من يقول هذا، وقال أهل الرأي الحنفية هم الذين قالوا حتى من لبد رأسه له أن يقصر فقط. قال وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح. قول الشافعي في الجديد اللي هو لا يتعين بل إن شاء قصر. قال وليس للأول دليل صريح، وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر، في اللباس اللي هو في كتاب اللباس من كتب الصحيح الإمام البخاري، عن عمر رضي الله عنه قال من ضفر رأسه فليحلق. وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه إني لبدت رأسي، وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه. يعني هنا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني لبدت رأسي، هو لم يقل يعني من لبد رأسه فليحلق، ولكن يعني هنا أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، وعندنا أحاديث أخرى تفيد أنه حلق رأسه وقال خذوا عني مناسككم، فكأنه إيه من لبد فإنه يحلق، يعني فيكون الاستدلال بمجموع الأدلة. قال وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في أول الباب الذي بعده، وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم حلق، فقال أول حديث في الباب الذي بعده عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض يعني في بعض النسخ الحديث اللي هو حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الباب الذي قبله، يعني كأن هذا الباب في حديث حفصة إني لبدت رأسي وبعده حديث ابن عمر حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فكأن الحديث الباب يكون فيه من لبد وحلق في حديث في التلبيد وحديث في الحلق. قال وقد قلت غير مرة، هذا كلام ابن حجر، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إذا وجدت واحدة كفت. وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران، يعني مطابقة الترجمة للحديث، الترجمة اللي هي عنوان الباب للأحاديث الواردة، ليس بالضرورة أن كل ما في الترجمة يكون هو عين كل ما في الأحاديث، فقد يحصل يعني أنه الحديث مثلا فيه 10 فوائد والترجمة تكون لفائدة واحدة من فوائد الحديث، والفوائد الأخرى ممكن يأتي بها في أبواب أخرى، والعكس أيضا، يعني أنه قد يأتي في الترجمة مثلا بموضوعين ويكون أحدهما في الحديث الذي في الباب والثاني يكون مستفادا من أدلة أخرى، يعني ليس بالضرورة من نفس حديث الباب. لكن هو جمع البخاري. نعم. الباب الذي بعده باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. يعني دعا المحلقين 3 مرات وبعدين المقصرين في الرابعة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها 3. قال وللمقصرين. هو حيجي يعني سيأتينا إن شاء الله أنه في بعض الأحاديث أنه قالها إيه؟ قال في 3 وللمقصرين، وبعدها قال في 4 وللمقصرين. فهو الحافظ بن حجر له توجيه جميل هنا، يعني يقول إيه الروايات اللي فيها قال في 4 هذه واضحة، يعني أنه دعا للمحلقين 3 مرات ثم المرة 4 دعا للمقصرين. الروايات التي فيها قال في 3 يعني في المرة 3 من كلام الايه يعني الصحابه، يعني هو الاول النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه بدون ان يطلب منه احد هو قال رحم اللهم ارحم المحلقين، وبعدين الصحابه سالوه، فهم كم مره سالوه؟ فسالوه اول مره قالوا والمقصرين، فقال ايه؟ قال اللهم ارحم المحلقين. فهذه تعتبر الثانيه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بس هو قالها في جواب المره الاولى من السؤال، وبعدين المرة الثانية في السؤال قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. فهذه كانت الدعوة 3 للمحلقين، لكن هي جواب للسؤال الثاني، ثم هم سألوا السؤال 3. وكما قال ابن حجر يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3، يعني كان يعني لو طلبوا منه الشيء 3 مرات ولم يجبه لا يطلبون مرة رابعة، يعني لا يزيدون على 3. فهم طلبوا منه أن يدعو المقصرين مرة الأولى قال فلم يدعو لهم، الثانية لم يدعو لهم، لما طلبوا في المرة 3 قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، فأجابهم في الإيه في 3 اللي هي يعني بالنسبة لطلب الصحابة يعني كانت المرة 3، لكن هي بالنسبة كان قبلها الدعاء 3 مرات للمحلقين قبل طيب هنا قال قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. مشقص هو مقص، فمعاوية رضي الله عنه هو الذي قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، وكما سيأتي أن هذا كان في عمرة وليس في الحج، يعني فمعاوية رضي الله عنه قصر بالمقص شعر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال ابن المنير في الحاشية أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال، يعني هذه مسألة خلاف طويل بين الفقهاء في الحلق في الحج والعمرة، هل هو نسك أو هو يعني فعل محظور؟ لأنه لو كان
لو كان يعني فعل محظور من ال يعني إذا كان فعل محظور من محظورات الإحرام فبالتالي يكون إيه؟ إذا كان استباحة محظور من محظورات الإحرام يبقى معناها أن التحلل يعني يحصل برمي جمرة العقبة يكون تحلل، وأن الحلق يعني بعد ذلك هو استباحة محظور. يعني يلزم من هذا أنه لو حلق قبل أن يرمي، لو حلق قبل أن يرمي يكون استباح المحظور قبل أن يتحلل من الإحرام، لكن يعني على ما عليه جمهور الفقهاء أن الحلقة في الحج هنا نسك يعني وليس استباحة محظور، فبالتالي يمكن أن يحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة ولا دم عليه ولا شيء، لأنه يعني لم يرتكب شيئا من محظورات الإحرام وإنما فعل نسكا من المناسك. ثم كونه حلق إذا لم يكن، احنا قلنا التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة اللي هم الرمي والحلق والطواف، وإن كان معه عليه السعي يبقى والطواف مع سعيه، إن كان عليه السعي وإن لم يكن معه السعي يبقى الطواف فقط. فإذا فعل شيئين من الثلاثة تحلل التحلل الأول اللي هو حل له كل شيء إلا النساء، وبعدين عندما يفعل الثالث يحل له النساء. فنقول إن الحلقة نسك، فمعناه أنه لو بدأ وحلق قبل أن يرمي لا بأس أنه فعل نسكا من المناسك وعليه أن يرمي، لكن لو يعني كونه حلق لا يبيح له أن يتطيب ولا أن يقص أظافره ولا أن يفعل شيئا آخر من المحظورات إلى أن يرمي. إذا كان بدأ بالحلق قبل الرمي لا يفعل شيئا آخر من المحظورات قبل أن يرمي، والحلق لا يعتبر محظورا وإنما هو نسكا. فيقول الإمام البخاري من قال باب الحلق والتقصير عند الإحلال، فقال معناه أن الحلقة نسك يعني وليس إيه؟ ليس هو يعني نفس التحلل يعني. قال لقوله عند الإحلال، وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل، يعني ليس هو الشيء الذي يعني هو تحلل وإنما هو نسك عنده يحصل الإحلال، أنه يحل له فعل المحظورات بعده. قال وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات. يعني لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم من قص أظافره ولا لمن تطيب ولا لمن لبس المخيط ولا يعني بقية المحظورات، ما فيش دعاء لمن فعلها، لكن الحلق لأنه نسك يعني وليس إيه لأنه مجرد فعل مباح. وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل. قال والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور، وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية، وسيأتي ما فيه بعد بابين. فقال يعني هي رواية ضعيفة عن الإمام الشافعي، لكن قال لم يتفرد بها، بل كما ذكر رويت أيضا عن أحمد وعن عطاء من التابعين وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وعن بعض المالكية. كل هؤلاء قالوا الحلق استباحة محظور وليس نسكا. طيب قال وسيأتي ما فيه بعد بابين. قال ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة أحاديث، ولأبي هريرة حديثا، ولابن عباس حديثا رضي الله عنه جميعا. قال فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال وهذا طرف من حديث طويل أوله لما نزل الحجاج بابن الزبير إلى آخره. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين، وسيأتي بسطه، سيأتي يعني شرحه وتوضيحه. والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال وكأن البخاري لم يقع له على شرطه
التصريح بمحل الدعاء للمحلقين، فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع، لأن الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته، قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق وبعضهم قصر، وقد أخرجه في المغازي عن نافع بلفظ حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم، فيقول يعني السفرة التي حلق فيها البعض وقصر البعض كانت في سفرة حجة الوداع. فالإمام البخاري يعني استدل بهذا على أن يعني الدعاء للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة أنه وقع في حجة الوداع. قال وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله المحلقين، فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع، وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله. يعني هناك نقاش هذا كان في حجة الوداع أو في عمرة. هو هذا من أسماء الرجال، يعني من الأسماء المشتركة عند العرب بين الرجال والنساء اللي هو جويرية وأسماء، يعني فهنا تلاحظون ورد في أسماء الرجال يعني. نعم. لكن قال بنت. جويرية بنت. جويرية ابن. نعم. فقال ابن. فدل على أنه رجل يعني. نعم. من الأسماء. مثل حمزة وطلحة ومعاوية، يعني التأنيث يعني قد يأتي تأنيثا يسمى تأنيثا لفظيا، يعني التأنيث إما لفظي وإما معنوي وإما لفظي معنوي، يعني التأنيث اللفظي اللي هو بورود علامة التأنيث في اللفظ مع كونه دلا على مذكر، يعني علامة التأنيث اللي هي تاء التأنيث اللي هي التاء المربوطة هذه والألف المقصورة، ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة مثل مثلا ليلى ومثلا وسلمى، والممدودة التي بعدها همزة مثل أسماء ومثلا وخنساء وكذا إلى آخره. فإذا جاء في أسماء الرجال يعني مثلا كحمزة وطلحة ومعاوية وكذا علامة التأنيث، فيقال هذا تأنيث لفظي فقط، يعني اللفظ مؤنث لكن المعنى هو دل على مذكر. وبالنسبة مثلا إذا أتى اسم المرأة خاليا من علامة التأنيث مثلا كهند وزينب ونحو، يعني هنا أسماء نساء لكن ليس فيها علامة تأنيث، لا آخرها لا تاء تأنيث ولا ألف مقصورة ولا ألف ممدودة، فهنا يكون التأنيث معنويا فقط، يعني أنه المعنى أنه دال على امرأة لكنه ليس لفظيا. وقد يجتمع الأمران مثل فاطمة وعائشة ومثلا وخنساء وليلى، فهنا المعنى دال على امرأة واللفظ أيضا فيه علامة التأنيث، فيقال هو مؤنث لفظي معنوي معا. جويرية يكون هو تصغير للجارية. نعم أحسنتم، هي جويرية تصغير جارية، هذا أصله هكذا. أحسن. نعم. فاطمة وعائشة. يعني أي اسم لامرأة وأخره علامة تأنيث، فمثاله فاطمة وعائشة مثلا وأسماء إذا كان اسما لامرأة، وخنساء مثلا وليلى وسلمى، فهذه كلها يعني أعلام على نساء وفي نفس الوقت فيها علامة التأنيث، فنقول هنا التأنيث لفظي ومعنوي في نفس الوقت. أحسنتم، العرف يختلف أيضا باختلاف البلاد، فأحيانا بعض الأسماء تكون يعني مثل اسمي صباح مثلا،
في العراق وكذا، كثيرا ما يسمى به الرجال، يعني من أسماء، هو في مثلا في عرفهم انه من اسماء الرجال يعني ليس من اسماء النساء، بينما مثلا في مصر مثلا والشام وكذا يعني ممكن الصباح هذا مثلا من اسماء النساء، في العراق هو من اسماء الرجال مثلا كما تفضلتم ايمان، يوجد في بعض الاماكن يعني يسمى الرجال بهذا الاسم. نعم. قال تنبيه: أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي، قال: وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة. قال: وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل وزعموا ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة، يعني أن الذي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو معمر ابن عبد الله ابن نضلة، هذا اسم الحلاق الذي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بس قال إيه؟ قال وزعم. قال قوله: قالوا والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد. حافظ يقول يعني بحث بحثا شديدا عمن إيه؟ عن القائل والمقصرين يا رسول الله. قال: والواو في قوله والمقصرين معطوفة على شيء محذوف تقديره قل والمقصرين أو قل وارحم المقصرين، وهو يسمى العطف أو العطفة التلقينية. وفي قوله والمقصرين إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر، إنه قال في الأخير قال إيه والمقصرين، يعني لم يعد الدعاء كاملا، يعني لم يقل اللهم ارحم المقصرين وإنما قال والمقصرين، فهو معطوف على ارحم المحلقين أو رحم الله المحلقين، فعطف المقصرين عليها رغم سكوت وفاصل يعني. قال والمقصرين كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد، هذه أسماء كتب إيه لابن عبد البر، بل قال فيه إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك. قال: وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي، يعني يقول إن الحافظ ابن عبد البر في كتاب التقصي قال كل رواة الموطأ عن مالك قالوا الدعاء للمحلقين مرتين والدعاء للمقصرين في المرة الثالثة إلا يحيى بن بكير أحد الرواة عن مالك، فقال هو الذي انفرد بأن الدعاء للمحلقين كان ثلاثا ثم الدعاء للمقصرين مرة. فالحافظ ابن عبد البر ذكر هذا في التقصي، والحافظ ابن حجر يقول انه رجع الى نسخته السماعيه التي سمعها على شيوخه من الموطأ، وهي كذلك يعني وجد ان روايه يحيى بن بكير هي الوحيده اللي فيها ثلاث مرات للمحلقين. لكن يقول الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاخر التمهيد قال كل الرواه عن مالك جعلوا الدعاء للمحلقين مرتين فقط. يعني لكن يقول في التقصي هو الصحيح يعني انه ما عدا يحيى بن بكير. قال قوله: وقال الليث وصله مسلم ولفظه رحم الله المحلقين مرة او مرتين. قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، قال والشك فيه من الليث، والا فاكثرهم موافق لما رواه مالك انه مرتين للمحلقين ومرة للمقصرين.
وقال عبيد الله بالتصغير وهو العمري. يعني هناك رويان عن نافع، أحدهما عبيد الله بن عمر العمري وأخوه المكبر اللي هو عبد الله بن عمر العمري، وهم من ذرية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيروون عن نافع عن عبد الله بن عمر عن جدهم يعني عبد الله، فهم يعني عبيد الله ثقة وهو من رجال البخاري كما رأينا، أما عبد الله اللي هو أخوه الكبير هذا ضعيف يعني، فإذا يعني اختلف عبيد الله وعبد الله يعمل برواية عبيد الله هو الثقة، يعني عبد الله ضعيف، المصغر ثقة، المكبر ضعيف. فهنا الموجود دايما عندنا في البخاري بيكون عبيد الله بن عمر العمري، ممكن في السنن نجد عبد الله بن عمر العمري لكن ليس في البخاري. قال وقال عبيد الله بالتصغير وهو العمري، وروايته وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه، أيضا مسلم يروي عن عبيد الله أيضا الثقة، باللفظ الذي علقه البخاري. يعني سيذكر اختلاف الروايات في موضوع عدد مرات الدعاء للمحلقين وللمقصرين، فالخلاصة هنا أنه يعني بيان كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين، فدعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين في الرابعة، وشرحنا هذا قبل قليل يعني أنه اللي قالوا في الثالثة فيقصدون في المرة الثالثة من مرات سؤال الصحابة رضي الله عنهم، فتكون هي في الحقيقة الدعوة الرابعة، لأن الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقولون والمقصرين، ففي المرة الثالثة أجابهم، فكان دعا للمحلقين 3 مرات ثم أجاب في المرة الثالثة من سؤال الصحابة فقال والمقصرين، فكانت دعوة رابعة قبلها 3 دعوات للمحلقين يعني. لكن يبقى مسألة يعني الروايات اللي عند البخاري وغيره التي فيها يعني الدعاء 3 مرات للمحلقين، فتخالف يعني الروايات اللي هي عند مالك، وهي أيضا بعض روايات البخاري التي فيها الدعاء للمحلقين 2 مرات، يعني في رواية فيها 1 أو 2، هذه على الشك، وصوابه أنها 2 يعني حتى توافق الروايات، فيبقى الأمر يعني للترجيح بين الروايات يعني. يعني من اعتبرها من باب زيادة الثقة يأخذ بالرواية اللي فيها الزيادة، يعني كأن الرواية التي فيها عد 2 يعني فيها نقص، والرواية اللي فيها دعاء للمحلقين 3 تكون من باب زيادة الثقة فتقبل، والذي لم يرها من باب زيادة الثقة سيضطر إلى الترجيح بين الروايات وقبول واحدة منها. بعدها يعني يقول التنبيه هذا طويل يعني أخذ فيه يمكن 3 صفحات كلها في نقاش متى دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 وللمقصرين 1، متى فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال لم يذكر أحد من رواتنا نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأهل الحديبية للمحلقين 3 وللمقصرين 1 وأورد الأحاديث. فإذا الحافظ بن عبد البر يرى أن هذا الموضوع حصل في عمرة الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1 يوم الحديبية. وبعدين الحافظ ابن حجر يعني يميل إلى أن هذا قد وقع في
حجة الوداع أو أنه قد وقع مرتين، يعني قال ما ليس هناك ما يمنع أنه يمكن أن يكون حصل مرتين أو يكون حصل في حجة الوداع. ومما قاله في آخره قال: أما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع، فقال ابن الأثير في النهاية: كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في حق في أنفسهم أخف من الحلق، ففعله أكثرهم، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. وبعد ذلك قال فيما قاله نظر، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا، في آخر الصفحة الثانية قال: وقد كان ذلك في حقهم كذلك، يعني بالنسبة للمفاضلة بين الحلق والتقصير، قال إذا كان الحاج متمتعا وكان الفترة بين تحلله من العمرة وإحرامه بالحج قصيرة، مثل ما حصل يعني في حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فالصحابة الذين اعتمروا في اليوم الرابع من ذي الحجة ثم قصروا رؤوسهم وبعدين أهلوا بالحج أو أحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرموا بالحج وذهبوا إلى يعني إلى منى في يوم التروية، ففي يعني أول يوم التروية في صبيحة يوم التروية أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى، فإذا كان بين التحلل من العمرة والحج يعني 4 أيام أو أقل حتى من 4 أيام، فإذا كان الوقت وجيزا لا يكفي لنبات الشعر، ففي هذه الحالة يكون الأفضل أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، لكن إذا كان بين العمرة والحج مسافة طويلة كما لو أحرم بالعمرة مثلا في أول ذي القعدة مثلا أو في شوال أو في ذي القعدة في أولها أو كذا، فيمكنه في هذه الحالة أنه يتحلل من العمرة ويحلق، وعندما يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يكون شعره قد نبت، يعني لو أنه أحرم بالعمرة في شوال وتحلل منها وبقي في مكة إلى ذي الحجة، فيكون الأفضل في حقه أن يحلق في العمرة ويحلق في الحج. ثم قال: والأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا؟ قال كان من عادة العرب أنها تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه، إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، قال روي عن الحسن البصري أن ذكاء أول حجة يجب الحلق الحلق واجب فيها. قال حكاه ابن المنذري بصيغة التمريض، قال يعني روي عن الحسن أو قيل. وقد ثبت عن الحسن خلافه، يعني إن هذا إحدى روايتين عن الحسن وروي عنه خلاف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر. قال نعم، روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. وكأن هذا القول يعني كان يعني معروفا في وقت السلف، يعني في الحجة الأولى الحلق. قال ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة، انتهى.
قال وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعم عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير ألا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه، وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهور. وقال في الجديد وفاقا للحنفية لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره، أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه، كما مر بنا يعني من الفقهاء من قال من لبد شعره وجب عليه الحلق، وهنا يعني زادوا عليه ومن ضفره أو عقصه، العقص والربط يعني اللي يكون شعره مربوط أو مضفور أو ملبد ملصق بعضه إلى بعض، فهذا يجب عليه الحلق يعني عند فريق كبير من الفقهاء. ثم قال وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد ولا حجة فيه، وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه أو يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به. يقول الحالق يعني أكثر إيه خضوعا وذلة لله تعالى وأدل على صدق النية، أنه يعني حلق شعره رغم أن الشعر زينة وكذا، يعني كأنه يتخلص من هذه الزينة لله تعالى، والذي قصر بقى على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد. قال ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم. الله تعالى أعلم يعني مستند في ذلك، يقول بعض الصالحين استحب لمن يتوب يعني أن يحلق شعره. هو ورد في الحديث يعني في من أسلم قال يعني ألقي عنك شعر الكفر واختتن، يعني كأن الشعر الذي كان عليه وقت المعصية يعني، بس هذا في الكفر يعني في الكافر إذا أسلم قال يستحب له الحلق في بعض ال... فأنا بعض العلماء قالوا كذلك من تاب يعني كأنه قياسا يعني، ولكن الله أعلم. قال وأما قول النووي تبعا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر، قال ففيه نظر، حافظ يعني له وجهة في هذا. قال لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. يعني هو يعني اعتراضه على أن الحاج مأمور بترك الزينة وأنه أشعث أغبر، فالحافظ يعني له يعني تعقب يعني على هذا، يقول الحلق إنما يكون بعدما أبيحت المحظورات، يعني فهو يحلق شعره لكنه يتطيب ويلبس الثياب الحسنة، فإذا يعني ليس لأنه مأمور بالتقشف، ولكن يعني كما مر أنه يعني فيه خضوع وذلة لله تعالى. قال فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي. يعني إذا حلق فمالك وأحمد قالوا يجب حلق جميع الرأس، وإذا قصر يجب تقصير جميع الرأس. أما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والإمام الشافعي رحمه الله أصحابه قالوا لا يجب حلق جميع الرأس على من حلق، ولا يجب تقصير جميع الرأس على من قصر. قال ويجزئ البعض عندهم، يعني عند الحنفية والشافعية، واختلفوا فيه. طيب مقدار المجزئ عند الحنفية، قال فعن الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف،
عند الحنفية قالوا إذا حلق يجب أن يحلق على الأقل ربع الرأس أو نصف الرأس، الربع عند الحنفية، إلا أبا يوسف قال النصف. وفي التقصير مثله برضو أنه يقصر الربع أو النصف. وقال الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة. إمام الشافعي قال يحلق ثلاث شعرات، وبعض الشافعية قالوا يكفي شعرة واحدة. وفي التقصير كذلك، يعني إما يعني يحلق ثلاث شعرات يعني يأخذها من أصلها، يعني من رأسها لا يبقي منها شيئا من أصلها، أو يقصر يعني ممكن حتى يعني ثلاث شعرات أو شعرة واحدة لا يحلقها، يعني ما يخلعهاش من أصلها، وإنما يقص منها يقصر منها شيئا. يعني لو قصر بعض شعرة أجزأ عند في وجه عند الشافعي، ولكن نص الإمام الشافعي أو أنها ثلاث شعرات. قال والتقصير كالحلق، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويستحب ألا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ. يعني في التقصير من جميع يعني أنحاء الشعر أو من في ربعه فقط عند الحنفية أو ثلاث شعرات عند الشافعية. فما المقدار الذي يأخذه؟ قال قدر الأنملة اللي هي مثل عقلة الأصبع كذا، يعني زي إنش ولا أقل من يعني كم، ممكن سنتيمتر ونصف سنتيمتر، هذا يعني زي الحد. يعني قال إذا قصر يأخذ هذا المقدار، قال وإن أخذ دونه أجزأ. يعني هب لو أنه أخذ ولو يعني لو أخذ هذا أقل، لو اقتصر على دونها أجزأ يعني. يعني حتى لو أخذ دون الأنملة، لو أخذ مليمتر ولا اثنين مليمتر ولا أجزأ ذلك. قال هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق الرجال، مسألة تفضيل الحلق على التقصير هذا في حق الرجال. وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع، يعني لا يشرع لهن حلق وإنما التقصير. وفي حديث لابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ولفظه ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وللترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها. وقال جمهور الشافعية لو حلقت أجزأها ويكره. وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز. إذن من كبار أئمة الشافعية القاضي حسين والقاضي أبو الطيب قال لا يجوز والله أعلم. يعني لو حلقت أجزأها ويكره أو يحرم. نعم. وفي الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما، من الأمرين المخير فيهما، والتنبيه بالتكرار على الرجحان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه بتكرار الدعاء للمحلقين على أن الحلق أفضل. وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا. من الصحابة طلبوا الدعاء للمقصرين يعني. طيب ثم أيضا هنا نقاش طويل أيضا برضو صفحتين ونص في مسألة كون معاوية رضي الله عنه هو الذي قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث في البخاري أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو الذي قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني بمقص. قال وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة. قال وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة. طب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يقصر وإنما حلق، فإذا تعين أن يكون في عمرة. بس هو بعد ذلك سيذكر أنه لا مانع أنه في الحج يعني قصر أولا ثم حلق بعده، يعني يمكن أن يكون يعني
معاوية رضي عنه بدأ يعني فقص بعض شعره، ثم جاء الحلاق فحلق الشعر أو كان. لكن هنا في الأول يقول يعني تعين أن يكون في عمره، لا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة. يعني فمعاوية رضي الله عنه في الرواية في صحيح مسلم قال معاوية رضي الله عنه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة. طيب في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى مش على المروة، يعني هو في منى رمى جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق في منى، وبعدين ذهب إلى مكة للطواف والسعي. ففي حجة الوداع لم يحلق ولم يقصر عند المروة وإنما في منى. فإذا رواية مسلم فيها أن معاوية يقول أنه قص شعر النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص عند المروة. قال أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة. في عمرة القضية اللي هي كانت سنة 7 من الهجرة يقال عمرة القضاء أو عمرة القضية، أو في عمرة الجعرانة دي كانت أظن سنة 8 يعني بعد حجة الوداع بعد فتح مكة. نعم. قال لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاووس بلفظ أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة. هذا معاوية يقول لابن عباس، معاوية يقول لابن عباس أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك. ابن عباس يقول هذه تكون حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي ثم قال يقول ابن عباس وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا برضو حيذكر بقى النقاش إن هو يعني كأنه فهم هنا أنه من النبي عليه الصلاة والسلام قصر شعره بعد العمرة ثم حلق في الحج فكان متمتعا، وهذا قول لكنه قول ضعيف، يعني كما ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الصواب أنه كان قارنا وأنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فذكر يعني بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، وقال لا يصح حمله على عمرة القضاء سنة 7 لأن معاوية لم يكن مسلما إنما أسلم عام الفتح أو يوم الفتح سنة 8، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وبعدين الحافظ بن حجر يقول لا مانع أن يكون في عمرة القضية وأن يكون معاوية أسلم خفية وكان يكتم إسلامه وإنما أظهر إسلامه عام الفتح، فذكر يعني أنه في بعض الروايات ما يفيد أنه كان في عمرة القضاء وأن معاوية يعني كان مسلما لكن لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح. والله تعالى أعلم. وذكر توجيها يعني اللي هو في الجمع، يعني كما ذكرنا أنه يحتمل أن يكون
معاوية قصر عنه أولا، وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وأنه حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، يعني في عمرة الجعرانة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، وفي عمرة القضية كذلك ورد أنه حلق شعره، فحتى في عمرة الجعرانة والقضية كيف معاوية قصر شعره، مع أنه ثبت في أحاديث أخرى أنه حلق، فقال الجمع بينهما أن يكون قصر شعره ثم إيه جاء الحلاق فحلق بعد التقصير. وابن حزم في آخر الصفحة، ابن حزم قال نعم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر، وتعقبه صاحب الهدي اللي هو ابن القيم في زاد المعاد بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه، ولا سيما وقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع فدفع شعره إلى أبي طلحة رضي الله عنه وأعطاه نصفه لأبي طلحة وأمره أن يفرق نصفه بين الناس، فأبو طلحة يعني احتفظ بنصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي حلقه في حجة الوداع وأمره أن يفرق شطره بين الناس، ففرقه أبو طلحة على الناس وكانوا نحو 120,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام للتبرك به، فجعل الرجل يعني يصيب شعرة أو شعرتين، كل واحد يعني أخذ شعرة وأخذ شعرتين، حتى الإمام أحمد رحمه الله ورث عن جده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أحمد، وكان يعني إذا مرض يعني صب عليها الماء أو شرب منه فيبرأ بإذن الله تعالى. ممكن معاوية فهو كلام نعم نعم كلام ابن حزم يعني، فابن القيم يرد عليه يعني يقول غير صحيح أنه هو معاوية قصر بعد الحلق، يعني ممكن يكون قبل الحلق في، لكن حتى مش في حجة الوداع ولكن في إحدى العمرتين إما القضاء وإما الجعرانة. نعم. وبمشقص، المشقص هو نعم يعني المقص، أو يعني هو هنا قال هو نصل عريض يرمى به الوحش، وقال صاحب المحكم هو الطويل من النصال وليس بعريض، نعم كأنه فسره يعني شيء يعني يقص به الشعر يعني. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السلام عليكم. نعم. بالنسبة للرأي اللي بيجوز حلق نصف الرأس يعني. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والصواب أنه نهي تحريم، لكن البعض يرى أنه نهي كراهة وكذا. هم هنا يعني لما تكلموا الفقهاء يعني أنه هل يجزئ أو لا يجزئ، أو يعني هل يحصل به التحلل أو يكون يعني لم يتحلل. أما حكم أخذ ربع حلق ربع الرأس أو نصف الرأس فهذا يكون يعني منهيا عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، لكن عند الحنفية يعني قالوا أنه يحصل به التحلل يعني، ولكن القزع يكون شكله إيش؟ القزع اللي هو يعني حلق بعض الرأس وترك بعضه من أي جهة كان، يعني إذا حلق جزءا من الشعر وترك بعضه فيكون منهيا عنه، لكن لو قصر بعض الشعر زيادة عن البعض الآخر فهذا لا حرج فيه، يعني إذا قصر بعض الشعر دون بعض يعني أكثر من البعض الآخر لا يضر هذا، يعني يمرض بعض أنواع الحلقات مثلا ممكن يأخذ من الجوانب مثلا أكثر ومن هنا أقل أو العكس أو كذا يجوز هذا يعني ما فيش مشكلة، لكن ما يكونش فيه جزء من الشعر محلوق تماما بالموسى والجزء الآخر مبقى، يعني هذا القزع المنهي عنه، والفقهاء بعضهم يقول نهي كراهة وبعضهم يقول نهي تحريم يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.